ما قاعد اقول لكم يعني لان الفكر مو فكر يعني مو فكر. فكر غربي يعني برا انت شيء غربي فلما تشوف الصوره وايد تجذبك يعني حتى اللي يشوفها لا ابيها حتى الصوره الصوره انا ما في بدليات اليوم يلا احنا برنامجنا طبعا واقعيه جدا البدليات لما تطلع هنا احنا نستقبلها لان احنا ما نجيب بدليات ما يخالف بس ان شاء الله ما تمسك علي بعد شوي لاكبيري يعني يلا يستر فمثل ما قلت لك ان الصوره اذا حد شافها يضطر انه يقول انها تشد حتى لو كانت بسيطه هذا بالنسبه حق شغل شهد شوي الافكار اللي انا قاعد اسويها قاعد نسوي اشياء وايد غريبه اشياء جديده يعني اتمنى الكل يعني ما ياخذ ان نظره انه لا ليش مسوين كذي يعني مثل ما انت قلت لي تو عن الصوره اللي شفتها اول ما شافها قال لي ماسونيه زين بس يا اخي شوف يا اخي شوف يا شوف لا لا اللي داش بموضوع الماس اعذرني اوكي يمكن انت تسلع على طول يمكن انت رايك كذي انا اقول لكم شغله رايكم واحد وهجومكم ما شاء الله عليكم راح تذبحون بعض بس خلونا نطلع التقرير السريع هذا عن سعيد عزيز فنشوفه جميل جدا من تلفزيون الشاهد من برنامج قادم شو ورد وياك قاعدين نتكلم مشاهدينا عن الصور اللي قاعدين نشوفها انا شنو قلت له شيء جميل على الدمويه اللي قاعد يصير قلت له انت مخرج فيلم سينمائي. سلسله افلام سو انزين وقال انا عبد العزيز في عندي سؤالين السؤال الاول من جوابه راح ادش على السؤال الثاني شلون عندك سؤالين سؤالين لا اسال الاول بعدين اسال الثاني ما يخالف خليه يسال الثاني انت اسال الاول تربط بجوابه لا لا رجال لا تربطها بحد انت اسال الاول بعدين اسال الثاني يلا خلاص اسال السؤالين ما يخالف عبد العزيز الحين قبل شوي تكلمنا جيت ابي انا اتكلم معاك على هالموضوع بس دشينا بالسوالف وكذي فضاعت السالفه شويه المسرحيات اي تكلمنا على ان شلون مثلا مسرحيات مثلا البيت المسكون صرخه الرعب السوالف هذه كلها يلبسون ماسكات اوكي انزين بالمسرحيه انت شاركت مسرحيه عوده شي زبونه ما تحس ان سالفه الماسك وايد اريح حق الممثل او يمكن تكون صعبه ومستحيله لما يكون الممثل عنده 3 عروض باليوم اوكي فلازم هو يحط الافكتس على وجهه يرد يغسله علشان يطلع مره ثانيه انه راح التحول منه يرد مره ثانيه يحط الميك اب ويطلع ويكون عنده 3 عروض باليوم بالعكس. يعني بالعرض الواحد ممكن تلجأ انك تسويه 3-4 مرات فيكون الماسك وايد اريح البس وافصل انا اقول لك شغله يعني ما ادري يعذروني على الكلمه بس احنا عندنا هني يمكن ما اشتغلت برا يمكن اول عمل كان لي شي زبونه لكن اللي عرفته ان الجمهور نفسه ما يتقبل الفنان وهو ماسك هذا شيء عارفينه مو ماسك الماسك اوريدي ما راح يبين ثاني شيء الفنان نفسه ما يبي يطلع قدام الناس وانا مو معروف يبي وجهه لازم يبين عشان الناس تعرفني عشان انا اخذ السكسي مالي فهمت شلون فحتى الناس ما راح يعني لما يطلع وهو وجهه كله الوان مثلا ولا وجهه ماسك منو هذا منو هذا منو هذا تضيع الملعب بالعكس اصلا احلى لا يمكن هذا مو عندنا يمكن برا يقولوا لك احلى بس هني خاصه المسرح انا اللي شفته انه ما يحبون يحطون اوفر مكياج اوكي الناس ما يحبون بس مو الناس الممثلين نفسهم حتى اوكي حتى الممثلين بس هم لازم يرضون الجمهور هو الجمهور هم ما راح يرضى
انا اقول لك اياها ليش؟ لان الجمهور عندك هني، انا جاي مثلا في جمهور يجون مسرحيه حق شخص معين، فانا لما احط مكياج كامل حق هذا الشخص وتخلي الملامح تروح صعب نتفاهم مع الجمهور، الجمهور الكويتي صعب. ليش كان حاطين صورته برا في البوستر وداخل او الا بحاله واحده ابو سعيد، انه هو يدش بدايه المسرحيه بشكل عام، انه هو موجود شخصيته التحول يصير مثلا الناس ما انت قلت يقلب وجهه زومبي انت ترسمه بالضبط. او مثلا انت تلعب بملامحه بالميك اب اللي انت اللي انت قاعد تسويه هذا حلو. هني ممكن يتقبلون إيه بس تحول. انا السؤال اول شيء الميك اب يبيله وقت، يعني ما يقدر الفنان يدخل عنده خبره. لا بس حتى السرعه والخبره يعني ما يصير سرعه وخبره انت دقيقتين انا اسوي إيه انت لحظه مو دقيقه وتردت بس اي بس اي بدور بس انت لما يكون عمل كذي تعب حقي وحقك، بشرتك تتعب بشرتي تتعب لما انا امسح لك واحط لك مكياج مره ثانيه وامسح لك واحط لك مكياج مره ثالثه وما اعرف ايش بالاول والاخير انا راح ازهق، لان ما يصير انا كل شوي مسح ترديت مسح ترديت مسح ترديت صار. وانت ما يصير ان بشرتك كل شوي امسح وما اعرف ايش، لان اول وتالي هذه مواد مع العمر. ايه هذا جواب تهري الوي حتى لو كانت شنو الماركه في الدنيا كلها همن في لها مضار على البشره. شلون تحافظ على يعني نقاوه بشره الشخص العارض؟ هو شوف يعني مثلا مسرحيه كل يوم انا عندي عرض، يعني كل يوم اغسل كل يوم احط. اوكي بس انت قاعد تحط مره واحده في اليوم، انت قاعد تحط مره واحده باليوم. اللي صار بشي زبونه شنو؟ اللي صار بشي زبونه يا طويل العمر، اللي صار بشي زبونه احنا كنا نسوي اول ما نكون موجودين قبل العرض الاول نكون حاطين ميك اب. حلو؟ حلو. خلص الفاصل الاول بسعيد قبل لا يبدا ننطر لما ندش الفاصل الثاني، خلونا نطلع فاصل حبتين ونرد مع بسعيد الفاصل الثاني. اخذ راحتك. هذه انا طالعه على الهواء. اوكي لا ما يخالف. شباب بنات بدنا لكم من عقب الفاصل. طبعا الفنان عندنا عزيز قاعد يسوي وين واقف نشوفها بعد شوي، بس اكيد راح نرجع مع سؤال بدر لانه ما كمل سؤاله بدر وقاطعناك بنص كلامك عشان كنا بنطلع فاصل. طبعا سوري راح اكون بروفايل اليوم بدر شوي لا تطالع الا لما يكمل على ما ينشف يعني. يلا اي للحين قول انزين سؤالك الثاني جايه من منشف الكلام. يلا عادي ينشف ينشف نرد على السؤال الحين. اللي صار معاك ويا شي زبونه شنو؟ علشان اعرف اللي صار مع شي زبونه مثل ما قلت لك ان احنا قبل بدايه الفصل الاول قبل بدايه العرض الاول ان نسوي مكياجهم. يمكن ما كان المكياج انه دم، يمكن الناس لما تشوف الصور والشغل هذا فحسبالهم ان انا بس انه دم. لا انا مو شغلي كذي كسبيشال افكتس مسمى سبيشال افكتس مثل ما قلت لكم يجمع وايد اشياء. يمكن انا عادي اني اسوي بادي بينتنج، يمكن عادي اني اسوي فيس بينتنج، يمكن عادي اني اسوي مايم. وسبيشال افكتس نفس السالفه اللي قال عنها اللي هي يعني تقدر تسوي حمود زيبرا مثلا ترسمه. اشمعنى انا زيبرا يعني؟ لا عادي عادي لا بالعكس ترى صدق يعني في الاعلانات برا يستخدمون تقدر تسوي حمود زيبرا يا اخي. سوي لي غزال يسوي لي اسد غزال ما في لونها اسد ترى اغلب العطورات اغلب العطورات والملابس كذي يشيلون زيبرا ان البني ادم هو حيوان على قولتهم عزكم الله ما اقدر اطالعكم اللي هو حيوان الغاب فيشوفونك واحد يسوي زرافه واحد يسوي نمر واحد يسوي بالضبط يعني ما ادري في خلي الناس تدخل هي على جوجل يكتبون بادي بينتنج ويشوفون العالم. فاللي سويته بشي زبونه انه مو دم وهالسوالف مو دم مو دم كان شغل ويوهم كذي وهذا يعني مثلا حق استعراضيين مثلا او لان انا اتوقع الاستعراضيين ما كان فيه زين انا كان اتوقع انه في شيء عامل شر وخير اي ممكن الابطال شوف. اللي هم الشريين هم اللي كنت شوف الطلبه ما كان فيهم ميك اب الطلبه كلهم بمجمل اللي هو كان محمد الحملي محمد الحملي ناصر عباس عبد الله عباس فهد البناي نور العميري نوف السلطان وهبه الدري هذول إيه؟ كانوا مسالمين كانوا مسالمين وما فيهم مكياج حمد العماني لا 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 حمد العماني مو ياهم كان ياهم كانوا يانا حسين المهدي محمد رمضان عبد الله الخضر وبثينة الرئيسي وعبد